فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم في درس سابق أن الله تعالى يوصف بأن له وجه، بأن له وجها، وأننا لا نؤول بالذات، لكن لو قلنا في قوله تعالى ويبقى وجه ربك أي ذاته المتصفة بالوجه، أو قلنا إنما عبر بالجزء وأراد الكل، هل هذان المعنيان صحيحان؟ نقول هذا قول محدث، هذا قول محدث من عندك أو من عند من قال لك الكلام هذا. نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيها إثبات الوجه لله، لأن الله وصفه بالجلال والإكرام، وصفه بالجلال والإكرام، ولا نزيد على هذا، نتكلف من عند أنفسنا علشان نرضي الآخرين؟ لا، ما نرضيهم علشان نرضي اللي يقولون إن الوجه هو الذات؟ لا، نقول الآية فيها إثبات الوجه لله وأنه موصوف بالجلال والإكرام والبقاء، ويبقى وجه ربك موصوف بالبقاء. نعم.